فتاوى وكل شيء لازم يكون الصم عندهم اسئله فما يعرفش ده، فلازم يبقى في اتاحه، فلازم يكون في مترجمين الاشاره وبيشكر الازهر والمجلس القومي شو الاعلى. تمام. هو بيقول لك الازهر في مشاكل وفي معوضات، هو قال للمجلس القومي شو الاعلى لازم يبقى في تنظيم عشان يبدا ان هو يعمل عدد من الصم، لازم يبقى فيه حصر للصم وضعف السمع. هم كام هناك؟ فهم 12 مليون معاق، لكن بالنسبه للصم 3 ل 4 مليون. فهو لسه الاحصائيه مش كامله، لكن ان شاء الله الاحصائيه اول ما تيجي هيعرف عدد الصم. ففي اوروبا، فان شاء الله هو عايز ان المجلس القومي يشير معاقه بالاتفاق والتنسيق مع جميع الجهات ان يبقى فيه اتاحه للصم عن طريق كافه المحافظات.